سوق الشام كاسدة، لا يرغب أحد بتمر يثرب ولا يشترونه حتى بنصف ثمن العام الماضي. ماذا تقول يا رجل؟ تمر يثرب لا مثيل له في كل الحجاز والعراق والشام، فكيف ذلك؟ لطالما كان الناس يرغبون فيه وهذا العام لا يرغبون به. وما أدراني يا ابن معاذ، لا شك أن الأذواق قد تغيرت، فأنا لست بضامن لأذواق الناس كما تعلم. لا، لا أبيعه حتى بأقل من ثمن العام الماضي بدرهم واحد. أهالي يثرب تحملوا تعب وجهد عام بأكمله ويريدون الآن أن ينعموا بعائداته. إذن من الأفضل الاحتفاظ به إلى العام القادم، لأني لن أشتريه منك بأكثر من نصف ثمن العام الماضي. لا تكن عنيدا يا كعب، علي أن أقنع الناس ببيع تمرهم بهذا الثمن، وهذا لا يمكن. يا ابن معاذ، أنت كبيرهم وهم لأمرك مطيعون ويبيعونه بأي ثمن تقول. ولكن لا يمكنني أن أطلب منهم أن يبيعوا تمرهم بنصف ثمن العام الماضي. ليس لدي إلا ما قلته، إما بنصف ثمن العام الماضي أو لا أشتري، وربما إن بقي وأكلته الديدان سيأتي بنفع أكبر لأهالي يثرب. اللعنة عليك أيها الثعلب المكار، يريد أن يسلب الناس ما يملكون بنصف الثمن. هل وجدت أسعد؟ نعم، كنت في داره مع ذلك الشاب القادم من مكة، اسمه مصعب، مصعب بن عمير. لقد جن أسعد، بل جن جميع الخزرجيين. بدلا من أن يفكروا بأنفسهم ويسعوا لحل مشاكلهم، أخذوا يفكرون بالدين الجديد ويظنون أن الدين الجديد سيطعمهم ويسقيهم، والنتيجة هي أن كعب اليهودي يريد التصيد في الماء العكر. علينا إعلام أسعد بنية كعب يا أبي، عليهم أن يطلعوا على ما يفكر به كعب. دعك من أسعد، دعه يهنأ بضيوفه ودينه الجديد، ولكنني لا أستطيع أن أرى الأوس تعيش هذه المحنة. يجب أن نكري إبلا ونحملها التمر وننطلق بها إلى الشام، وهذا أفضل جواب على طمع كعب اليهودي، وطبعا على سذاجة أسعد والخزرجيين. أحقا تريد أن تسير قافلة تجارية يا أبي؟ نعم، ليس لي إلا هذا. لنذهب. لنذهب. كعب، ولماذا كرى منك إبلك؟ وما أدراني، لقد جاءني قبلك وكرى مني جميع إبلي لمدة عام كامل. من اليوم ولمدة عام كامل؟ نعم. حسنا، لا بد أن أكري إبلا من غيرك. كن واثقا يا ابن معاذ، إنه لا يوجد في يثرب جمل واحد إلا وكراه كعب. هذا لا يمكن. كعب من أكبر تجار اليهود في يثرب، وبإمكانه أن يفعل كل ما يريد، وأنت إن كنت تريد إبلا فأمامك طريق واحد. وما هو؟ بإمكانك أن تطرق أبواب الناس وتكري منهم جملا جملا. هل جننت؟ أنا أريد إبل قوافل، إبلا خبر الطي الصحاري والسهول والجبال، وتحمل البضاعة على مقصدها. كيف يمكن لجمال الناس أن تحمل البضاعة إلى مقصدها؟ إذن يمكنك الذهاب إلى كعب وأخذ إبل منه، لأنه ليس أمامك إلا هذا. كنت أعلم أنه سيأتي يوم
يختلف فيه الأوس والخزرج ليفرح بهذا أمثال كعب اليهودي. قلت لأسعد ولكنه أبى أن يصدقني. لقد فعل ما دفع كعبا واليهود إلى إذلالنا. ولكن يا أبي، عندما ذهبت إلى دار أسعد كان يقول إن هذا الدين الجديد سينفع جميع أهالي يثرب. ينفع أهالي يثرب؟ كيف؟ أول فائدة قد رأيناها، كعب اليهودي الذي كان قبل عدة أشهر ذليلا أمامنا أصبح يتكلم الآن كالملوك، ولا يوافق على شراء بضاعتنا بنصف ثمنها. ولا أدري ما هي الفوائد التالية لهذا الدين. حسنا، ربما فكر أسعد بحل ما. أسعد وحله سيجلب لنا الويلات. اذهب الآن إلى أسعد وقل له ليأتي حالا إلى هنا. قل له وقع حادث مهم يتعلق به مصير الأوس والخزرج. قل له أنا أنتظره على أحر من الجمر. اذهب. حاضر يا أبي. عتب، أنت لا تعطيني الحق لأعتب عليك؟ معك حق. إن كنت آمنت أنا أيضا بالنبي الجديد ولدي أتباع كأنصار الدين الجديد لفعلت هذا، ولا أهتم بالآخرين حتى إن كانوا قومي وأقاربي. استحوذ الهم على قلبك يا ابن معاذ، اهدأ وتكلم بروية. لا أدري هذه البيعة مع النبي الجديد في مكة بما تنفعك يا أسعد وتنفع الأوس والخزرج، فأقدمت عليها. وهل هناك أفضل من تقريب القلوب بين الأوس والخزرج وتألفها وفي ظل الدين الجديد يا ابن معاذ؟ أية ألفة؟ أية قربة؟ كأنك لا تعلم ماذا يجري في يثرب. وماذا يجري في يثرب يا ترى؟ معك حق ألا تعلم يا أسعد. تقضي الليل والنهار في الاستماع إلى أقوال ذلك الشاب المكي ولا تعلم ما يدور حولك. أخبرني يا أسعد، أخبرني عن ذلك النبي المكي، ماذا كان اسمه؟ محمد بن عبد الله. ماذا دار بينك وبين محمد كي تحتفي هكذا برسوله يا أسعد؟ لا شيء. لا شيء؟ هذا لا يمكن. رجل ذكي كمحمد يدعي النبوة ولا يطمع إلى شيء بإرساله رسول معك. محمد لم يدع النبوة يا ابن معاذ، بل إنه نبي الله بحق، ولا يطمح إلى شيء ولا يريد أجرا منا. تقدمت بطلب منه وقد استجاب لطلبي. استجاب لطلبك؟ هذا رائع. لقد حدثت محمدا عن الأوس والخزرج، عن الخلافات والتنافس والنزاعات والحروب التي خاضاها، وعلى مدى سنوات طوال جلبوا الخسران على القبيلتين، وإنهم تعبوا من ذلك. وهو قد وعدني أن يخلص دينه أهالي يثرب من كل هذه المحن والخطوب. هذا فقط؟ لقد بايعته يا أسعد. أنا أعلم جيدا أنك التقيته في منى وبايعته. أنا وأصحابي بايعنا محمدا على ألا نسرق ولا نقتل أولادنا ولا نشرك بالله شيئا. هذا فقط؟ لا تشرك بالله أحدا؟ هذا هو ما يريده محمد، وبهذه البيعة أجبركم على الدخول في الدين الجديد. أي ربح أكثر من هذا؟ ظننتك أكثر فطنة من ذلك، ولكن محمدا استطاع خداعك بسهولة من حيث لا تعلم. ليس في الأمر خديعة يا ابن معاذ، ما طلبه محمد منا ليس فيه إلا الخير والفلاح، فهل اجتناب السرقة وقتل الأولاد طلبات غير معقولة؟ نعم، عدم الشرك بالله هذا هو ما يريده محمد، فجعل طلبه هذا إلى جنب كلام منمق كي يخدعكم. وبالطبع علي الاعتراف بأنه فطن جدا، ولكنكم تصرفتم بسذاجة الأطفال، ولن يعود على يثرب من تصرفكم هذا سوى الخراب والدمار يا أسعد.
دمار أهالي يثرب؟ نعم، وأول علاماته أفعال كعب اليهودي. كعب اليهودي؟ أي ضرر بإمكانه أن يلحق بأهالي يثرب؟ انشغلت ببيعة المكي إلى الحد الذي لا تعرف فيه ما يجري حولك. كعب اليهودي كان يتوسل بنا لسنوات لنبيعه تمرنا، والآن لا يشتري منا تمر يثرب بنصف ثمن العام الماضي يا أسعد. إنه رجل عديم المروءة، إن فعل ذلك فلن نبيعه تمرة واحدة. تمر يثرب بضاعة مرغوبة في جميع البلاد، أينما نأخذها؟ وكيف نأخذها؟ كعب اليهودي استولى على جميع إبل يثرب، ولا يوجد حتى جملا واحدا نحمل عليه تمرنا إلى بلد آخر. سيضيع سعيه هباء منثورا. أنا لن أسمح له بأن يلحق الضرر بأهالي يثرب يا ابن معاذ. أنت سمحت له بذلك، ولا نستطيع الآن فعل أي شيء. إذا اتفقنا أنا وأنت بصفتنا زعيمي الأوس والخزرج، لن يستطيع كعب ولا غير كعب من إلحاق الضرر بأهالي يثرب. أنا وأنت نتفق؟ كيف؟ أنت الآن منشغل بالشاب المكي الذي لا أعرف ما اسمه. مصعب يا أبي، مصعب بن عمير. أتعرفه أنت أيضا؟ نعم. مصعب شاب رؤوف، ووجوده بقربنا لن يلحق الضرر بي ولا بك. هل تطلب مني الانضمام إليه؟ أنا أدعوك إلى فطرتك الذاتية التي فطرك الله عليها. دعك من هذا يا أسعد، فطرتك الذاتية لا تغرر بي بهذه الكلمات الكبيرة والمؤثرة التي لا يفهمها أحد. إن كنت تفكر بالأوس والخزرج وأهل يثرب، فأرسل الشاب المكي إلى مكة وتعاطف مع أهالي يثرب كي لا تلحق بهم المزيد من الأضرار. مصعب الآن ليس وحيدا، وحتى إن بعثته إلى مكة فإن شباب يثرب الذين تعاطفوا معه سيقومون بنشر دينه. انظر إلى عبيد هذا، هو الآخر صدق كلام مصعب. عبيد! عبيد شاب عاقل. أنت وصاحبك خدعتما حتى ولدي. لا خدعة في الأمر يا ابن معاذ، كلام مصعب هو كلام الله، كل من يسمعه يقتنع به. لماذا لا تريد أن تراه وتستمع لكلامه؟ فسماع كلامه ليس بالأمر العسير، يمكنك الاستماع بنفسك والحكم عليه. إن كان يشكل ضررا على أهالي يثرب فسنعيده إلى مكة. هذا فقط؟ وماذا تريد إذن؟ إن رضيت بكلامه عندها يمكنه المكوث، وإلا سأبيح دمه بسبب زرع الفرقة والتغرير بأولادنا. ماذا تقول يا ابن معاذ؟ وهل إن جزاءك كما قلت لك؟ فهو إن لم يكن ذا نفع لنا فإن ضرره سيكون كبيرا، أكبر بكثير من وقاحة كعب اليهودي. فإهدار دمه هو أقل ثمن يجب أن يدفعه. الشرك له معان مختلفة، أبسطها عبادة مخلوق آخر مع الله تعالى، سواء كان ذلك المخلوق صنما أو إنسانا أو أي شيء آخر. وما معنى العبادة التي تستوجب الشرك؟ النوع الآخر من الشرك هو أن تطلق صفات الله على من هو دونه، كالانفراد في الخلق. علينا ألا نشرك معه غيره في خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى يقول في كتابه المجيد. ماذا تفعل يا ابن معاذ؟ انظر إلى السيف، لا يطيق الصبر على سفك دمك. كيف تستطيع الآن أن تصرفني؟ يجب أن أخبرك. اسكت يا أسعد،
قلت ما فيه الكفاية، والآن حان الوقت لهذا الشاب المكي بالكلام ليقول شيئا فيه خلاصه من الموت المحتم. ولكنني لحد الآن لم أخبره بسبب غضبك. يجب أن يعلم، يحسب اليهود أن قدوم مصعب أدى إلى الاختلاف بين الأوس والخزرج، وهم ينوون استغلال ذلك. لا تقلق يا أخي، فنوايا اليهود السيئة هي التي أغضبت ابن معاذ، وإلا فإنه... قلت لك أسكت يا أسعد، أسكت وانظر كيف سيهدئ صديقك المكي غضبي ويفعل ما يجعلني أضع سيفي جانبا. إن كنت تريد سماع كلام راجح مني، فمن الأفضل أن تضع سيفك جانبا وتهدئ من روعك. أجل، الأفضل لك أن تتكلم بكلام راجح، وإلا ستقدم حياتك ثمنا. كلام راجح؟ كيف يمكن أن يتفوه به من يستشعر السيف على رقبته؟ الحق معه، دعه يتكلم بأمن وأمان. أي إله تتحدث عنه أنت ونبيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حدثني أكثر عن ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. حميراء، يا حميراء، ثوبا، يريد أبي ثوبا طاهرا. ماذا جرى يا عبيد؟ كلام مصعب كان كالماء أطفأ غضب أبي. كان أبي يسأل وهو يجيبه بهدوء ومتانة، وأخيرا سأله أبي: دينكم هذا كيف يحول دون حقد وطمع أفراد ككعب اليهودي؟ فأجابه ثانية بكلام راجح، بكلام الله طبعا. ثم سأله أبي: كيف يمكنني الدخول في دينكم؟ فأجابه مصعب: عليك أن تلبس ثوبا طاهرا وتتطهر. نعم، ثوبا طاهرا، أسرع يا حميراء. وهل يمكنني اعتناق الدين الجديد؟ نعم يا حميراء، فقد جاءت مصعبا اليوم نساء يثربيات، وتعلمنا منه آداب الدخول في الدين الجديد. عبيد. حسنا يا حميرة، سأخبر أبي عن عزمك الدخول في الدين الجديد. قل لي بكم؟ لقد جربه الاخر.
أهلا بكعب اليهودي. هل اشتقت لرؤية أصدقائك اليثربيين؟ ماذا حصل يا ترى؟ هذا جنون، هذا جنون يا ابن معاد. لماذا طلبت من اليثربيين مقاطعتي؟ اليثربيون أحرار فيما يفعلون، وهم أعلم بما يصلح حالهم. لا، أنت وأسعد خدعتماهم. طلبتما منهم ألا يبيعان تمرة واحدة. أتريدان إهدار حاصل تعب اليثربيين لهذا العام؟ جميل أن أرى كعبا رحيما باليثربيين هكذا، وهذه من بركات الدين الجديد. إن لم يبيعوني تمرهم فسيتلف عمن قريب، وعندها سترون بركات دينكم الجديد. لا تقلق، للدين الجديد حل لهذه أيضا. لا تكن عنيدا يا ابن معاد، دع اليثربيين يحصلون على أجرة تعبهم لهذا العام. حسنا، ولكن بثمن العام الماضي. لا أستطيع، لا أستطيع تحمل رؤية تمر يثرب وهو يذهب هدرا. إن قبلت فلهذا السبب فقط. حسنا. ماذا جرى يا أبي؟ انطلق لأسعد وقل له إن كعبا وافق على شروطنا. حاضر يا أبي.